كورونا فيروس ولا كوفيد 19 ماشي أول وباء قسم منه المغرب. المغرب اللي كان قديما إمبراطورية قدرت تحكم النصف في أفريقيا وأجزاء من أوروبا، خسر 70% من السكان ديالو بسبب الأمراض والأوبئة، وهذا الشيء خلاه يتحول لدولة ضعيفة عانت من الاستعمار اللي باقي كتعيش التبعيات ديالو حتى اليوم. باش نتعرفوا على هذا الشيء مزيان غادي نديروا بحث معمق في صفحات التاريخ الموري الممتد لقرون، لذلك تابعوا معنا. الإمبراطورية المغربية كانت الغول اللي قارع وحبس المد العثماني، للأسف تقوقعت بزاف بسبب مرض فتاك كان سميته الطاعون. يكفي نعرفوا أن أحمد المنصور الذهبي اللي كان بين أقوى السلاطين في تاريخ المغرب مات بسبب هذا الوباء. السلطان اللي سير العشرات من الحروب انتصر في معركة واد المخازن وأسس جيش عبيد البخاري بقوة 150,000 جندي، وفي ذاك الوقت كانت أكبر الجيوش ما كيتعداش العدد ديالها 100,000. السلطان اللي كان عنده هيبة وشهرة ما بين كل الملوك، المنصور الذهبي قدر يضاعف مساحة المملكة وما عمره استسلم في شي معركة حتى استسلم للطاعون عام 1603، وفي الوقت اللي المغرب كان كيوجد باش يغزو إسبانيا في عهد الملك فيليب الثاني، اجتاح الطاعون المغرب الأول مرة وكان فتاك بشكل كبير لدرجة لقبوه المغاربة بالطاعون الأسود. هذا الوباء دخل المغرب بريا من الجزائر وانتشر بحال النار في الهاشيم، وبأسباب التدريب والتنقلات العسكرية اللي كان مواظب عليها الجيش انتقلت العدوى لمناطق أخرى، الشيء اللي جعل مدن كبيرة يهجروها سكانها. مدن بحال فاس ومراكش كانت كتحصي أكثر من 1000 الموتى كل نهار، الحي ما بقى قادر يدفن اللي ميت، شحال من أعيان وفقهاء وعلماء وتجار كبار فقدهم المغرب في ذاك الفترة، وعلى رأسهم كيف ما سبقت الإشارة ليه السلطان حمد المنصور الذهبي واللي كان حلقة التماسك للإمبراطورية. فقدان السلطان خلى جيش عبيد البخاري تفكك ومناطق جنوب الصحراء تخرج عن حكم المغرب، وقبائل سوس اللي كانت عمود الدولة انقرضت أغلب قبائلها تماما وبقت بضع عائلات وقبائل صغيرة متناثرة لا ولهيه. سوس اللي كان العدد القبائل ديالها ما كيتحصاش، ومدن بحال مراكش وجديدة والرباط وغيرهم الأصل ديالهم كيرجع في الغالبية ديال القبائل سوس. القدرة العسكرية والمالية ديال المملكة مور هاد الفاجعة ضعفت بزاف، وهنا كبرت الأطماع الأوروبية مع إسبانيا والبرتغال. كانت فترة قاسية. عام 1676 الطاعون ضرب المغرب للمرة الثانية وخلى البلاد تفقد المئات كل يوم، واستمر هادشي على فترات متقطعة حتى لصيف 1689، وبعد منه ارتاحت المملكة لأزيد من نصف قرن. مارس 1742، ومن الطريق البري اللي كيربط المغرب بالجزائر كانت قافلة تجارية في طريقها لفاس، غادي ينتقل الطاعون للمغرب مرة أخرى. في أيام قليلة ولات مدينة فاس كتحصي العشرات الموتى كل نهار، ومن حيث المغرب كان كيعاني بحرب أهلية جراء موت السلطان إسماعيل، بالإضافة للمجاعة اللي كانت طولت ذاك الفترة، الجيش كان كينتقل بكثرة ما بين الشمال والجنوب وكيحاول يطفي حرب القبائل في ظل الكساد اللي كان في البلاد، وهذا الشيء اللي خلى الطاعون ينتشر في المغرب كامل. المغرب كان كيفقد المئات كل يوم، واستمر الحال لمدة عامين بالحساب عاد غبر للطاعون الأثر، وبالضبط عام 1744. للأسف هذا الغبور ما طولش، وفي الوقت اللي المغرب بدا يزدهر في عهد السلطان مولاي عبد الله رجع الطاعون للبلاد عام 1750، وهذا المرة كان أكثر فتكا من الأعوام اللي سبقوا. الأرقام كتتكلم على الآلاف الأشخاص يوميا كيموتوا في البلاد، مدن بحال فاس مراكش ومكناس كانت كتفقد المئات كل يوم، الشيء اللي ظهر معاه مفهوم المقبرة الجماعية لأول مرة. ويمكن لكم تصوروا أن مدينة بحال فاس كانت كتحصي ما بين 200 و300 دلموتة كل نهار، وحسب المصادر التاريخية فالمغرب خسر أكثر من 25% من السكان دياله من بعد ما كان خسر أكثر من نصف عهد السلطان المنصور الذهبي. من بعد فترة ازدهار جديدة تجسدات في تعزيز القدرة العسكرية للمغرب وانفتاح التجاري على العالم في عهد السلطان محمد الثالث، وأبرز ما ميز حقبة الحكم دياله هو أن المغرب كان أول دولة قامت بالاعتراف بأمريكا كدولة مستقلة. من بعد هذا الشيء وبالضبط عام 1799 مرة أخرى الطاعون اللي كان متفشي بكثرة في الجزائر وصل المغرب، ولكن هذه المرة كان مختلف بشكل كبير، وحتى الظرفية كانت ما مناسباش، تجارة النحاس والجلود وغيرها اللي كانت ما بين الجزائر والمغرب واللي كانت متمركزة في فاس خلت الطاعون يظهر في فاس ومكناس عام 1799، وانتشر من بعد على نطاق واسع في سائر أطراف المغرب. الوباء لقى الأجساد المغاربة مرتع خصب، وهذا الشيء خلاه ينتشر بسهولة أكثر وأكثر. مثلا مراكش وصلت بها تدفن 1800 دلموتة في النهار، ومدينة كيف فاس وصلت ما بين 2500 حتى 3000، والرباط ومكناس وتطوان وطنجة والشمال قاسوا من نفس الحاجة. هذا الطاعون كان أصعب طاعون عاشو المغرب، كان قاسي بزاف وتسمى بالطاعون الدملي. هذا الطاعون اللي كانت عنده أعراض خايبة لدرجة كيخلي الشخص اللي تقاس به يبقى يرد وكيدخل في حالة هلوسة، وكيدير الدمالات واليدين كيوليو كحل وأعراض أخرى الله ينجيكم. البلاد وصلت لحالة خايبة من الفتنة، معظم سكان المدن الكبرى هاجروا للقرى والجبال ونقلوا معاهم المرض،
المغاربه في بلاصه ما يجلسوا في ديورهم كانوا كيمشيو للمساجد ويدعيو ويتضرعوا الله باش يرفع هذا الوباء، كيحضروا في الجنازات وكيعزيو بعضياتهم، الشيء اللي زاد نشر الوباء بغزاره بيناتهم. السلطان مولاي سليمان والاعيان والشيوخ ما بقاو عارفين ما يديروا، اصلا الوقت ما كانش كافي باش حتى يحصيو فيه العدد الموتى. مقابر جماعيه على شكل حفر كبيره ما كتسالت فينا حتى كتبدات فينا اخرى. الطاعون العظيم كان سبب في فقدان الملايين ديال الاشخاص. المؤرخين الاوروبيين كيتكلموا على ان هذه المصيبه كانت الفيصل اللي خلى الامبراطوريه المغربيه تولي فريسه سهله في اسبانيا والبرتغال، وهذا الشيء اللي بان من بعد فتره قصيره نهار علنات اسبانيا الحرب على المغرب وشنات حروب كثيره في الشمال ومناطق الصحراء. ومع ذلك بقاو المغاربه صامدين لسنين. طاعون خور ضرب المغرب عام 1822 باش كملت الباهيه، وهنا كانت نهايه حقبه وبدايه حقبه اخرى، حقبه ديال الاميه والتخلف والاستعمار. تحول المغرب من دوله كانت كتحارب مع امبراطوريات عظمى وكتمرمدهم في الارض، حكمت الارض طولا وعرضا وجيوشها وصلوا حتى للقدس في عهد ابو يوسف يعقوب الموحدي، وقراصنتها وصلوا لسواحل ايرلندا وايسلندا والسويد. هاد العز والشهامه كاملين مشاو بسبب الطاعون، وسقطت الدوله المغربيه وحضارتها في يد الاستعمار. ومن بعد هاد الحقب المتسلسله رغمت الاقدار على المغرب يعاود البناء من الصفر. واليوم في الوقت اللي المغرب بدا يوقف على رجليه وسائر في طريق النمو، ما خاصش المغرب يعيد نفس الاخطاء ويعيش انقراض اخر. الشعب المغربي اللي هزم الاعداء ديالو وتغلب عليهم، جا الطاعون وهزمو وقتل منه الملايين عبر الحقب المتباعده. اليوم ما بغيناش تهزمنا كورونا، راه التاريخ ما كيرحم حتى واحد. كيف ما حكيت لكم على الماضي اللي عايشوه جدودنا ما بغيناش يتعاود. السلام عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.